تحياتي لكم اصدقائي، كيف حالكم متابعين قناة فيوتشر كوين؟ عملة الاكس ار بي ارتفعت اكثر من 20% خلال الايام القليلة الماضية في ظل ثبات البيتكوين وثبات العملات المشفرة. عم نشوف عملة الاكس ار بي عم تحقق ارتفاعات كبيرة جدا، مقاومتين فقط تفصلنا عن $1. شو هي هالمقاومتين وشو تحليل عملة الاكس ار بي؟ لازم نعرفها كله بهذا الفيديو. قبل ما نبلش الفيديو اصدقائي، بتمنى تضغط على زر اللايك، تشترك بالقناة، تفعل زر الجرس حتى يوصلك كل جديد في عالم العملات الرقمية. ولا تنسى انضم لقناتنا على التليجرام، الرابط راح تلاقيه موجود اسفل الفيديو والرابط موجود كمان في بانر قناتنا. خليكم معنا اصدقائي لبعد الانترو. اول اصدقائي، عملة الاكس ار بي بعد ما كسرنا الموفينج افريج 200 على فريم اليوم، حصلنا على زخم صعودي كبير، وهذا الشيء اعطانا موجة صعود عكس باقي العملات الرقمية. حاليا بواجه مقاومتين، مقاومة ال 50 سنت ومقاومة ال 56 سنت. هاي المقاومتين فقط لتفصلني عن مقاومة ال 90 سنت وال 1 دولار. يعني بعد هاي المقاومتين ما في عندي اي مقاومات لل 1 دولار. طبعا ايام قليلة او اشهر قليلة بتفصلنا عن انتهاء قضية الاكس ار بي، واذا تمت الانتهاء من قضية الاكس ار بي يعني عملة الاكس ار بي واحدة من العملات القليلة المرخصة داخل الولايات المتحدة الامريكية. حاليا اس اي سي عم بتبع منصة كوين بيس وعملة اليو اس دي سي، وتقريبا دخلوا بنفس قضية الاكس ار بي. اكس ار بي قربت تخلص من قضيتها، لكن فوق العملات المشفرة راح يتوجهوا لنفس القضية. لهيك حاليا العملة الوحيدة المقررة انه ليست سكيورتي هي البيتكوين. ممكن يصير البيتكوين والاكس ار بي فقط. حتى الاثيريوم لحد الان في شكوك انه راح يكون عملة سكيورتي، وراح يتم رفع قضية على الاثيريوم وعلى فوتريك بوترين. لكن شو هو سبب الارتفاع الاخير للاكس ار بي؟ اذا بتجي ناحية الاخبار فما في اخبار قوية على الاكس ار بي الا بعض الاخبار ضعيفة، وطبعا اخبار انتهاء القضية. الخبر الاول هو انشاء اداة تحمي خصوصية المالية. يعني انت لما بتفقد محفظتك على محفظة الاكس ار بي او اكس ار بي ليجر، لما بتفقد محفظتك بتقدر تثبت ملكيتك بدون عرض سجلات البيع والشراء والتداول. هذا الشيء بيحمي الخصوصية، بتقدر انت ما تقدم هاي البيانات وبتثبت ملكيتك بدون تقديم هاي البيانات. هاي الاداة ما موجودة الا بمحفظة الاكس ار بي فقط. هاي الاداة كمان زادت عملية الشراء على عملة الاكس ار بي. الشغلة الثانية اصدقائي، منظمة الاكس ار بي او شركة الريبر لاب تعاونت مع احد الحملات الخيرية لدعم مرضى سرطان الاطفال، وصاروا عم يعملوا حملات تبرع، وهذا الشيء سبب كعملية شراء زيادة حتى تصير عملية تبرع اكبر. اخبار ضعيفة جدا، لكن عملة الاكس ار بي ايجابية جدا. نكسر منطقة ال 50 سنت وبعد منطقة ال 56 سنت، ونحن حاليا نتوجه للواحد دولار تلقائيا. لكن اذا انخفضنا هاي المرة راح ننخفض لمنطقة ال 40 سنت. اصدقائي نكون وصلنا لهذا الفيديو، بتمنى الفيديو يكون نال اعجابك. لا تنسى تشترك بالقناة، تفعل زر الجرس، تضغط على اللايك حتى يوصلك كل جديد في عالم العملات الرقمية. مع السلامة، دمتم بخير.